العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بيواصل استهداف المدنيين وقصف المنازل وارتكاب مجازر جديدة في حق الشعب الفلسطيني. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عما يحدث داخل قطاع غزة وتطورات الحرب الإسرائيلية على القطاع. معنا على التليفون دكتورة هبة جمال الدين، أستاذة العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي. صباح الخير على حضرتك يا فندم. ويعني بعد التحية، الحرب على غزة مستمرة وبتتصاعد يوم بعد يوم من قبل قوات الاحتلال. عايزين نعرف من حضرتك ماذا يحدث داخل غزة الآن، ما المشهد داخل غزة الآن؟ صباح الخير على حضراتكم. المشهد للأسف معقد جدا. يعني إسرائيل دلوقتي خلاص بتتكلم عن تواجد عسكري داخل غزة بشكل دائم، والتواجد ده يعني في بعض المعلومات التي تشير إلى احتمال وجود قاعدة عسكرية للناتو في شمال غزة. طبعا في محاولات كبيرة للتهجير القسري لأهلنا في غزة، تهجير أهل الشمال للجنوب، ودلوقتي في منهم فعلا قاعدين في مخفيه خيام على حدودنا على معبر رفح. ما يتم الآن هو إبادة فعلا لأهلنا في غزة. دلوقتي بيستخدموا كمان تقنيات الذكاء الاصطناعي علشان يقللوا عدد الخسائر في الجيش الإسرائيلي، يزودوا عدد الضربات، يبقى الحديث عن إمكانية إبادة كاملة، إزالة أحياء كاملة في فترات يعني قصيرة جدا، لأن إسرائيل دلوقتي بتواجه مشكلة كبيرة. وده اللي قالوا معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل وأتلانتيك كونسل. إيه المشكلة يا فندم؟ قالوا ثلاث أمور أساسية. أولا أن عدد اللاجئين ما كانوش موجودين، أو النازحين ما كانوش موجودين لما كانوا بيضربوا الشمال. دلوقتي عندنا مليون لاجئ، فدي مشكلة تأمينهم مشكلة كبيرة جدا. النقطة الثانية، والأمريكان قالوا إحنا لما كنا يعني بنحارب داعش في العراق كان عندنا ممرات إنسانية. الممرات الإنسانية دي إسرائيل لا توفرها. النقطة الثالثة كمان فكرة الأسرى، ومشكلة الأسرى مشكلة كبيرة جدا، وبتؤكد على هذه استخباراتية لإسرائيل بشكل كبير. وإسرائيل دلوقتي تستخدم بتغرر الأنفاق في غزة، وطبعا دي يعني في احتمالية كبيرة إن الأسرى الإسرائيليين يعني لو هم موجودين في الأنفاق يتم إغراقهم قبل الجيش الإسرائيلي، وهنا بقى ساعتها الحكومة الإسرائيلية هتواجه مشكلة كبيرة جدا مع أهالي الأسرى. النقطة اللي بعد كده كمان الحديث عن الوضع الاقتصادي والضغوط الاقتصادية اللي موجودة على إسرائيل. احنا بنتكلم دلوقتي ان الحرب غزة بدأت تعمل نفاذ في المخزون السلعي داخل إسرائيل، بدأت تحقق لهم عبء اقتصادي كبير على سلاسل الإمداد، واحنا شايفين ان هم منعوا العمالة الفلسطينية انها تدخل إسرائيل. في عمالة أجنبية خرجت بعد الأحداث، هم نفسهم الإسرائيليين يعني لا يتجهون إلى عملهم. أغلب السكان الإسرائيليين اتجهوا إلى العيش في الفنادق. الجيش الإسرائيلي بيزاحم المدنيين في الحصول على المؤن، وفي حالة التعبئة والحشد اللي هم فيها دلوقتي. فبدأ فعلا بيكلموا أن المخزون السلعي الموجود عندهم يعني لا يتجاوز 3 شهور حد أقصى، وهم يخشون ما إذا تم استهداف أحد الموانئ الإسرائيلية اللي بيجي لهم منها السلع من الخارج كمان. طيب. غير طبعا ده بيأثر على منظومة الاقتصاد في إسرائيل. طيب حضرتك ذكرت في بداية الكلام أنه في تخطيط لإنشاء قاعدة عسكرية للنيتو في الشمال، إمكانية تنفيذ ده إيه يا فندم؟ احنا موجود شايفين دلوقتي ان البوارج الموجوده الامريكيه والاوروبيه اللي موجوده، البوارج دي كلها لن تذهب يعني بعيدا. القوات الامريكيه والالمانيه والفرنسيه والانجليزيه الموجوده لن تخرج من غزه ولن تخرج من فلسطين. هم بداوا يتكلموا فعلا ان هم بداوا يزيلوا الشمال، منطقه الشمال غزه، من السكان علشان خاطر هي دي اللي هيكون فيها القاعده العسكريه. القاعده العسكريه دي ثابته حتى بعد انتهاء هذا العدوان. نعم. يعني مش لمجرد دعم لإسرائيل في هذه المرحله فقط، لا، دي هتبقى موجوده ثابته. والقاعدة العسكرية دي للأسف هتهدد استقرار المنطقة ككل، لأن احنا بنتكلم هنا عن قاعدة هيقولوا ان هيتذرعوا انها وجودها وجود حتمي لإقامة دولة فلسطينية وعدم تكرار سيناريو 7 أكتوبر مرة أخرى. وطبعا هو الهدف منها هو تأمين الممر الاقتصادي، المشروع الأمريكي في المنطقة، الاستيلاء على أو تأمين يعني السيادة الأمريكية على حقول الغاز في شرق المتوسط، يعني فكرة مشروعات الربط الاقتصادي الموجودة، قناة البحرين
اللي عملتها اسرائيل في 2015، كل ده يعني القاعده الامريكيه دي هتبتدي تتكلم عن وجود. ولازم نبص في سياق اكبر. دلوقتي روسيا انتصرت في اوكرانيا بشكل كبير، ودي مش منة امريكيه، بالعكس ده انتصار للقوات الروسيه اللي اتحملت كتير قوي. فطبعا تواجد الناتو ما كانش دلوقتي لن يكون موجود في اوكرانيا، ولكن الناتو دلوقتي بنتكلم عن هو هيبقى موجود في منطقه اخرى جنب النفوذ الروسي برضو، فين؟ في غزه، في الشرق الاوسط، والنفوذ الروسي موجود في سوريا وموجود في اكتر من دوله عربيه دلوقتي. ده بيهدد النفوذ الروسي، بيهدد الوجود الصيني. وانا ما اخشى ان يعني ما بعد غزه بقى ان اتحول الى حرب يعني دوليه داخل المنطقه بتاعتي. صحيح. طب دكتور هبه، سريعا جدا بعد اذن حضرتك، يعني فكره حضرتك بتصرحي بانه وجود هذه القاعده العسكريه وانها هتستمر او هتبقى في شمال قطاع غزه، هل خرجت تصريحات من قبل الولايات المتحده الامريكيه، او هل هناك تصريحات بان هذه القاعده العسكريه ستستمر؟ التصريحات دي موجودة في من منظمة الإيباك، دي اللوبي الصهيوني الموجود في أمريكا، مع بعض المعلومات اللي موجودة من داخل إسرائيل نفسها، ولكن لم تصدر يعني تصريحات رسمية من الإدارة الأمريكية، ولكن كل الشواهد تؤكد أن هذه المعلومات ليست تحليل ولكنها معلومات في إطار هذا التواجد القوات الأمريكية وقوات الناتو بشكل قوي، ومفيش أي أمل أن هم يخرجوا. بالعكس، ده استهدافهم من الحوثي بيزود وجودهم كمان. يعني هم لا يعبأوا باستهداف الحوثي، لا يعبأوا باستهداف القواعد الأمريكية في العراق، ولكنهم هم يعني موجودين بشكل قائم داخل هذه المنطقة. نعم، نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة هبة جمال الدين، أستاذة العلوم السياسية بمعهد التخطيط القومي.